انطلقت أولى فعاليات ملتقى التوظيف الذي تنظمه مؤسسة حياة كريمة في محافظة أسيوط. ويستمر الملتقى لمدة يومين بمشاركة 23 شركة لتوفير أكثر من 3000 فرصة عمل للشباب بشتى المجالات. يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بتأهيل الشباب لسوق العمل وصقل مهاراتهم الوظيفية والتكنولوجية، بالإضافة إلى توفير فرص العمل للشباب وذوي الهمم بشتى المجالات المتنوعة. الملتقى ده ملتقى التوظيف تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا بنضم دلوقتي النهارده على ارض الواقع زي ما حضراتكم شايفين 17 شركه موفره 2600 فرصه عمل. لغايه دلوقتي احنا مسجلين وعاملين سيفيهات لاكثر كاول يوم يعتبر اول ساعات اليوم. عاملين اكثر من 600 استماره للشباب الخارجين.